ولذلك فالشيوخ المربون الكبار فهم يقدمون كؤوسا من الحضرة الربانية لفقرائهم شيئا فشيئا. أما الدفعة واحدة يقدموا له هذا الشيء كامل يخرج عن الطور ديالو، ما يبقى شيء يصلح إلا الرب سبحانه وتعالى، أما المخلوقات ما بقي يصلح لهم شيء. ولذلك فالمجذوب لا يربي ولا يتعامل مع مخلوق باللباقة، فهمتي؟ المجذوب كيصلح الرب بحده. اللهم إذا هو مر في الأطوار ديالو ووصل المقام السلوك، يعني كيف ذا الولاية من أعلاها، وهو هبط هو كينقص من معنى، وحتى كيقرب من الأرض عاد كيكون عنده شوية الحس وشوية المعنى، عاد باش كنقلو نقولو له أنت مخاطب تصلي وتصوم وتعطي الزكاة وتحج وتقي 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 اللي قال الشرع، وإلا راه ما كاينش. ولذلك فالجنيد رضي الله عنه اللي هو يعني المنطلق العالي اللي كل الرموز الصوفية يعني تمر يعني بساحته، فالجنيد هذا هو اللي ظهر هذا العلم هذا، وظهر العلم هذا يعني يعني قل زوال الكون يعني بأصله يعني أهون من زوال العلم من قلبه، يعني هو أول يعني ما كان عنده جد، كان غايب عن الأحوال ديالو. ولذلك يعني لما تهدأ أصبح يعني صالح باش يخذوا عنه، ويكون هو عنا هو اللي منه كان هو المصدر الرئيسي ديالنا. دابا كل واحد دابا مثلا وحنا على المغرب، يعني المغرب حنا على مقام عندنا في التصوف، وهذيك عندنا من مرتكزات الدولة ديالنا التصوف السني، وهو تصوف الجنيد، واللي قال ابن عاشر قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، هذا مثل المرتكزات ديالنا انتي. هذا الثالث هو التصوف ديال الجنيد. وعلاش قال السالك؟ لانه ما بقاش غايب، ما بقاش المعاني يعني قد طويل الاطوار ديالو، بل يعني خرجنا يعني صار يعني عنده سلوك وجه وسمي بالسالك. ولذلك يعني كل ولي باقي ما عندوش السلوك، ما عندوش الحق يكون شيخ التربية يعني للفقراء.